عسلام، مرحبا بكم الناس كل في حلقة جديدة من سلام مسيو. نبدأ الحلقة ذي ونحكيه على خروج الايفون اكس. اي نعم سيدي، الايفون اكس خرج اللي سموه في المتناول، برسمي في المتناول، لميل له كيلك اورو معناه في التوانسة، برسمي معناه في المتناول. اما الحاجة الطايرة فيه الايفون هذا اللي ما عادش يتحل بالبصمة، توا يتحل بالغوكونيسونس فاسيال، معناه تحطه قدم وجهك يكبتي وجهك، وكي يتأكد لي وجهك هذاك هو وجهك الحقاني يتحل التليفون. اما ظهري بالنسبه للتوانسه باش تعمل لنا اشكال صغيره على الاخر. ها كوغزر كيما قلت لك يتحل بالوجه. ريكونيسونس فاليدي، فوالا هاو كتحل التليفون سامبل. اش بالخير ستوفا؟ بخير. خنكوني كتيان كي العاده بالوجه باش يتحل. اي هوب لا، ريكونيسونس ايروني. لحظه هذا تو باش يتحل. ريكونيسونس ايروني. ليه جست مضالي فهم شوية. يا بشير سايب التليفون ورجعوا للطفلة. شنو؟ رقم قياسي جديد يحقه الرابر بلتي بالغناية هذه. يا ليلي ويا ليلى واش باش نسكيلك يما. وهي كي تجي تشوف الغنية برسمي محلاها، معناها معاها كيكة طفل صغير برسمي تدخل للقلب، وسيرتو هو بلتي كيفاش يفدلك مع طفل صغير برسمي حاجة ياسر حلوة سمباتيك. قولي ذكراني مخنو. يا ليلي ويا ليلى ويش باش نشكيلك. حمودة حمودة تاكل مدالينا حمودة. قول قول يا حمودة. يا ليلي ويا ليلى. نقعدوا في جو الغناء واحلى موسيقى مع الرئيس الفلبيني اللي غنى غناية سبيسيال للرئيس الامريكي كعربون محبة. هو أبار عربون ما حاب، أنا متأكد لي حاب يوصيها على حكاية أخرى. سيد الرئيس إن شاء الله تكون عجبتك الغناية، إن شاء الله تكون عجبتك الغناية حلو. جيت سيد الرئيس بالله حاب نعمل رومارك ظريفة، لأن جاي في مخي قلت سبحان الله مثلا رئيس أمريكا اللطف عليك مثلا تقوم نهار تعب مكشمر فهمتني، المدام مثلا نرفزتك ولا حاجه ويدي ما تكحر تولد دروا فهمت، قلت انا بكش نهار يقوم فاتت وينزل على فلسه حمراء ها لا يجعلنا جره لطف يا ربي فهمت، قلت يقوم نرفز وكاو سيد الرئيس قمت منرفز هذه الخريطه فهمتني. جيت حبيت نقول لك رانا فيليبين هوني خاتينا ما عندنا شيء لا فوسفات لا حتى شيء متركنا ما يمشيش تغلط تقول لك باش فرقع البحرين فرقع فيليبين خاتينا يا ودي هاني انا رئيس فيليبين جيبي. لين نستنى باش يرجعوا لي شرط مد ونمشي على راه اش عندنا احنا بالله اش عندنا الفلبين برسمك اش عندنا سيد الرئيس احنا زوز كلاب عربي وتاكسي فوق تي كان يعطس واحد فينا تطيح الفلبين سيد الرئيس ها ظهري تخلوني نسيت حاجه اما لا زملاء زملاء في الحافله ذكروني وانا ما نسيتكمش في الجي سي سي اي نعم مي بون جي سي سي سنيم تحسوا ناقص حاجه بركه معناها صغيره بركه ناقصين ما ممثلين ناقصين ممثلين وبابابابا من الجي سي سي صاحبي شو شكون هذي شو اللي دخلت لبسه روبا حمرة ظاهرة ذيك ممثلة معروفة عالميا ظاهرة يا ودي ليه عندك كافيتيريا في الحومة ذيك عندك كافيتيريا ايه عندك كافيتيريا في الحومة أمال ليه ذيك ذيك أوكي ذيك اللي وراها وزره بالكوستيوم وكل لحية ذيك ظاهر يمثل في مصر ظاهر يمثل في مصر لا حد شيء ذيك حد وحد كوبيجي كوبيجي هذاك زاد عمل كوب سامحني مال هذاك هاوك الراجل اللي وراه هذاك شنو هذاك ممثل في لبنان هذاك مثل في لبنان عدي بيه عنده نصب نتاع فريب هذاك هذاك آه